تغير المناخ كوب 27 الذي يتم بمشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة العالم، بالإضافة أيضا إلى الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والحفاظ على البيئة، وذلك للمشاركة في مختلف المناقشات التي تتم على مدار أيام هذا المؤتمر المهم، والتي ستتحول إلى قرارات حاسمة سوف تسهم في إنقاذ البشرية، وذلك هنا على أرض السلام في مدينة شرم الشيخ. يشرفنا أن يكون معنا على شاشة التلفزيون المصري، على شاشة القناة الأولى المصرية، المدير العام للمجلس الوطني للتغير المناخي في نيجيريا، مستر ساليسو محمد داهيرو، Director General National Council on Climate Change. First of all, I would like... أولا أود أن أرحب بكم هنا في مصر في كوب 27 بشرم الشيخ. شكرا جزيلا. هذه هي قمة التنفيذ، كوب 27 هي فرصة حقيقية لنقل القرارات التي تم اتخاذها بخصوص التغير المناخي وتحويلها إلى أفعال ملموسة. كيف يمكن أن نقوي العمل المناخي الخاص والتعاون والشراكات الخاصة بالمناخ وتقليل المخاطر على كل المستويات، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، وكي يكون هناك استجابة شاملة حول هذه الأمور. شكرا جزيلا. إن الحقيقة هي أن الكثير من الدول، وبما في ذلك نيجيريا وبنغلاديش وباكستان، قد شهدت واحدة من أسوأ كوارث الفيضان، وأوروبا أيضا شهدت فيضانات وموجات جفاف، وهي من أسوأ الموجات في 50 عاما، والولايات المتحدة أيضا عانت من الأعاصير. ولكن بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة لأوروبا، إن لديهم القدرات والإمكانيات التي تساعدهم على أن يتحملوا ويستجيبوا لتلك الأزمات. أما دول مثل الهند وبنغلاديش ونيجيريا فقد تركت بدون أي خيارات، ولكنها استمرت في دفع التكلفة الخاصة بتلك الكوارث المناخية. الفرصة التي يتيحها كوب 27 هي بالنسبة لنا أن ننتقل من مرحلة التعهدات فيما يتعلق بالدول الأفريقية وغيرها من الدول النامية، حتى ومنذ كوب 15 كان هناك تعهدات ثم تعهدات ثم تعهدات، نريد أن نرى أفعال أفعال ثم أفعال أفعال فيما يتعلق بتمويل المناخ، وكذلك قضايا نقل التكنولوجيا لكي نكون قادرين على تحمل الآثار الخاصة بالمناخ والكوارث المرتبطة به، وأيضا لكي نرى قضية الخسارة والضرر والتي ظهرت بشكل واضح في هذا الكوب. إذن نحن مصممين ونريد أن نتقدم للأمام، لأنه حتى أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد طلبت باكستان بتعميم خطة مارشال خاصة بها، وهذا من خلال الشراكات والتعاون، والمجتمعات في تلك الدول بما فيها نيجيريا تعاني وتحتاج لأن يكون هناك دعما لها، ويحتاج أن تكافأ، لأننا إذا نظرنا إلى الخسارات في نيجيريا فقد فقدنا مئات من الأشخاص، وحدث نزوح لملايين من البشر، والعديد من المنازل والبنية التحتية قد تدمرت، وهذا بسبب كارثة مناخية وحيدة. فيما يتعلق بما قلته، ما هي النقاط الأفعال الخاصة بزيادة أنظمة الإنذار المبكر حتى نسمح لأصحاب المصلحة أن يتجنبوا الآثار السلبية للتغير المناخي؟ هذا مهم جدا بالنسبة لكل الدول وبما فيها مصر. الأمر الهام هو التكيف، ونحتاج
أن يكون لدينا تمكين في هذا الشأن وأن يكون هناك تعاون على جميع المستويات. إذن الدول الإفريقية وهي الدول الأقل نمواً والدول النامية تحتاج لأن تنفذ مشروعات التكيف التي تساعد هذه الدول في تقليل معاناتها التي يتسبب فيها التغير المناخي. يجب أن يكون هناك نقاط عمل وتعهدات التي قد قطعت قبل ذلك، يجب أن يكون هناك التزام بها وتنفيذ لها، وأيضا يجب أن يكون هناك زيادة لهذه التعهدات، لأننا هنا نتحدث عن تعهدات قطعت منذ فترة طويلة جدا وتحتاج لأن يتم تحديثها. نحتاج أيضا أن يتم زيادة وتوسيع نطاق هذه التعهدات. نحتاج أيضا أن يكون هناك المزيد من الأدوات التي تضمن أن يكون هناك انتقال عادل نحو الهدف الخاص بصفر انبعاثات الذي قطعته الدول على نفسها. في بلادكم ما هي الأمثلة الجيدة الخاصة ببرامج التكيف التي تساهم في استدامة تلك المجتمعات المحلية؟ بلادي قامت بإجراءان كبيران. الأول هو أننا كنا واحدة من أولى الدول التي أعلنت الالتزام بحد صفر انبعاثات، وأيضا قمنا بتحديث التزاماتنا وانبعاثات الكربون من 20%، وكذلك أيضا نسعى لإنفاذ التعهدات. ونيجيريا تعتبر واحدة من الدول الإفريقية التي لديها قرض خاص بالتغير المناخي والذي يعطيها الفرصة لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالتغير المناخي، ويتعهد بذلك كل الوكالات وكل الوزارات وكل الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، وهم يعرفون ما الذي يجب أن يفعلونه، وهناك تعليمات واضحة أن هذه التأثيرات أو العمل الخاص بانبعاثات الكربون يجب أن يتم تسليمه للبرلمان بشكل سنوي. وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية، كيف يمكن للتمويل الدولي أن كيف يمكن تبسيطه حتى يقابل حاجات المجتمعات المحلية بما في ذلك الأطفال والشباب؟ أعتقد أن هذا عنصر هام جدا فيما يتعلق بالتكيف والاستجابة للتغير المناخي. ويمكن أن تري فيما يتعلق بالتمويل المناخي، يجب أن تكون هناك قواعد وآليات يجب أن لا تكون معقدة بالنسبة للدول النامية. وبسبب هذه الطبيعة المعقدة فإن الوصول إلى هذه التمويلات يكون صعب جدا. الشروط التي يتم وضعها من خلال مؤسسات التمويل تكون صعبة جدا تحقيقها. هذه القواعد تحتاج لأن يتم تبسيطها بطريقة تسمح للدول النامية أن يكون لديها البنية الأساسية اللازمة التي تساعدها في تلبية المتطلبات الخاصة. ويجب أن يكون هناك مشروعات بنكية، نحن نحتاج للتمويل، وبالتالي نحتاج بناء للقدرات وتعظيم لتلك القدرات، ليس فقط الأشخاص ولكن أيضا القطاع الخاص من خلال تقديم مشروعات تكون جذابة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي. كيف يمكن تنويع الموارد الخاصة بالتمويل ونحث القطاع الخاص على أن يشارك في مشروعات التكيف؟ ما هي الأمثلة
الجيدة الخاصة بذلك للوصول إلى آليات تمويل مبتكرة. هناك ترتيبات مالية وتمويلية كثيرة تحدث الآن فيما يتعلق بسوق الكربون، ولكن سوق الكربون إذا ما وجد فإنه سوف يكون جزءا من الشمال. نحتاج أن يكون لدينا موارد منوعة. الدول الإفريقية تتميز باقتصادات منخفضة، ويجب أن يكون لديها أسواق الكربون الخاصة بها والآليات الخاصة بها حتى تستطيع أن تستفيد من تلك الفرص، وأيضا الفرص الخاصة بالنمو. وأيضا على المستوى القومي فإنه بالنسبة للدول الموجودة والتي تضررت من الأزمات المناخية هناك فرص، مثل هناك دين من أجل الكربون، وهناك مبادرات كربون يجب أن تساعد في التمويل الخاص بالمناخ وقضايا. القطاع الخاص أيضا يلعب دورا مهما في قضية في قمة التنفيذ. ما هي الآليات التي يمكن أن تشجع الموارد، الحفاظ على الموارد المائية والابتكار فيما يتعلق بالقطاع الخاص على المستوى الدولي؟ القطاع الخاص هو معني بتحقيق الربح، ولكن هناك فرص كبيرة بالنسبة لهم ليس فقط في عمل المشروعات، ولكن في تحقيق أيضا أرباح، وكذلك المساعدة في نمو الاقتصاد وتقديم خدمات بيئية وتحسين حياة البشر وتحسين حياة من يتأثرون بتغيرات المناخية. القطاع الخاص يكون مهتما بالضمانات وبالاستثمارات المرتبطة بالتغير المناخي والتخفيف والتكيف، لذا يجب أن يحصلوا على الأرباح التي يصبون إليها. والوضع الأفضل أن نعطيهم ضمانات، يجب أن يكون هناك ضمانات تسمح لهم بأن يكون هناك أطرا قانونية تحكم الاستثمارات في مجال التغير المناخي، وكذلك حماية مصلحة المجتمعات على المدى الواسع. إذن الكثير من الدول يجب أن يكون لديها اهتمام بقضايا التغير المناخي، ويجب أن يكون هناك استثمار في هذا المجال ويكون مشجعاً لقطاع الأعمال، لأنه بالنسبة للاستثمار في قطاع المناخ فإننا أحياناً نتطلب كميات كبيرة من رأس المال، وأيضاً والعائد قد لا يكون مناسباً أو مربحاً، والبعض قد يكون مهتما بأن يكون هناك رأس مال بسيط يعود عليه بمنفعة كبيرة في وقت قصير. إذن أتحدث هنا عن ضمانات للاستثمار وبصفة خاصة من خلال قطاع البنوك على المستوى الوطني الذي هو النقطة الأساسية بالنسبة للقطاع الخاص، ويجب أن يكون هناك استثمارات طويلة الأجل في هذا المجال. فيما يتعلق بالعوائق، ما هي العوائق الأساسية التي تمنع القطاع العام والخاص واستثمارات القطاع العام والخاص في مجال التكنولوجيا لتحسين الصمود الخاص بالأمن المائي والموارد المائية؟ أولاً التكنولوجيا هي العائق الأكبر. ثانياً التمويل. الكثير من الدول النامية ليس لديها القوى التمويلية التي تساعد على القيام بهذه الاستثمارات، ومرة أخرى مستوى الفقر داخل البلاد يعتبر سقطة كبيرة وعيب كبير. سواء كنا نتحدث عن الطاقة المتجددة، هل يمكن أن نستثمر في الطاقة المتجددة أم في الحصول على الغذاء للشعوب؟ هل نستثمر في الأنظمة الصحية وأنظمة المياه أم نستثمر في الطاقة المتجددة؟ في نفس الوقت فإننا نحاول أن نتقدم بالأجندة المناخية، ونريد أن يكون هناك تكامل لكل هذه التحديات.
وتحقيق تقدم في مجال المناخ. شكرا جزيلا. السيد سليسو محمد المدير العام للمجلس القومي للتغير المناخي، شكرا جزيلا وسعدنا بلقائكم في قمة التنفيذ كوب 27 هنا في شرم الشيخ. سعدت كثيرا لكي أرى شرم الشيخ الجميلة ومصر الجميلة أيضا. شكرا جزيلا.